والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. إخوتي في الله، ما هذا ربنا الله سبحانه وتعالى يصوناته الله نقول نسيه هل كان فرد نمانت التوازن والتكامل بين الدنيا والآخرة وهي عنوانكم توازن ودحيه نلوش الدنيا ذات آخرة وهي الدنيا نلوشنا ليلة ذا أمانت أنشونه حياة الدنيا استلاحا دان أهنا نوحوية وهي ذلك الحيز المكاني والزماني الحيز المكاني والزماني منذ خلق الله الكون زمن كأنجونه يا مكان كهذا أنفردينه إيروب هذا كسوغنته هذا أفريقيا كسوغنته هذا ملك لجوته يورب جوته نلوش الدنيا دوا انت ماشا الدنيا كجوته يمدد أجوي دونت أهمية إذا الله سبحانه وتعالى نلوش الدنيا دوا كعل عليه في القرآن لا بقول شيئين شاني تونجر بقو شيء أو مركز تبو كسو علينا لفظ الدنيا نلوش الدنيا دوا مركز لأيه وقرآنك يا حديث الصور رتي وحضر كسال الله سبحانه وتعالى إنه قلبك للدون وقه الله الدنيا مستواه وهو رأي وحوي في ذم الدنيا مطلقا الدنيا الله سبحانه وتعالى إنه عن باريي سم مطلقة أي تهاي مال أن فائدة اللهين وقف كهدو وقت كبحيه أو إن بضان أسيه إن وحب أسمى كهلين الحلية فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإنه إله الدنيا ذا من إسي وآخرا أسمى كفكرين عن وحب يقفك وحب كفى إلي ملها مستواها لبعض وحب الله سبحانه وتعالى وحكها الدنيا ذا صغو سؤال ترى يا الدنيا ذا يا آخرة ومع ترجيح الثانية لكن مركز تبهر مرنا يتنلبات أو آخرة لا يحوليه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وجهات كهالي لسبحانه وتعالى ona yiri dadku maxaad ma aragtay dib soo dhigeysa soo dhigeysa maxaad usleenaysa ma aragtay jihadka iyo khayrka u degdegtaan aradiitu bil hayati dunya nolosha dunyada miyad raali ku noqoteen fama mataa'u al hayati dunya fil akhirati illa qaleel nolosha dunyada iyo raaxadeeda marka aakhira loo eego waxba ma aha illa wax yar mooyaan آيات كس آيات وقبلا القرآن إلى عليه سيدو كري وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وللدار الآخرة خير وللدار الآخرة خير وقال سبحانه وتعالى إليه هي آيات كان وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون نلوش هاريس دارت هاريس ودارت آخروي أما نلوش الدنيا ومن لقت الدور نبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حديث بضم بوقه الله وأصدقوا أنه الشيء هي الدنيا ذا مركة لأيه هي آخرة ذا مركة لأيه ماشي الدنيا ذا آخرة كجوكتو إلهي سبحانه وتعالى وكه الله النبي نواشر نبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث بوحو ليه الدنيا ذا ماها إلا متكين إنه أسبوعي سأما فرتي سا وقريب بيه كدبنا هائه وحي صورة بب أما وبي واحد قال سافرت هذا قال كدنا واحد أكتا واحد صارع لبيع ذا صارع ذا الدنيا ذا وبيها أما بدانا بيها فرها بدن آخر وية آيات كصايا آب أفر بدن والله سبحانه وتعالى أموتشنا يو إن آخر أتهاي ماشى الله بهاي ماشى الله صعبه الدنيا ذا نمرك لا إيجو إن اسم واحد أهن بل إسكبر آيات كقار حلية الله سبحانه وتعالى ما كان إيتان قالب يأود مثلا إيهستان يهدي له نعمي يهدي حول فرب ظن لسي
علال سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. لحظه كتسوملوا لي علال سبحانه وتعالى كتقدونك كوا قالوا أرداشا في البلاد أي نعمة أي كتشران الدنيا ذا أمالك استعوب حيان لحظه كتسوملا متاع قليل وحغير مارتع متاع أو عيار حغير الراحوين وحبه كتسوملا كذبنا جهنم ذكى الله كحينا معنى وحويه قفك مسلم وحلق يضا إنو أركو أما مانت إنو الليابو قال هذا أما ذاتك قلبيت كمانت أود إليه يسيزا أسعبا هذا بس بورك أدوال أودن كأجوبتا مكينة أهضم أفريكان ما لا يربطك داري كرتا مسو عنك تدوك صادرته لكن أيقو مانت بس بورك هذا ما لك استعلوه داري كرا لكن إنك لن يرضى وكينيا جوغا أما أفريكا جوغا أو شقي الصنايع أو ما أرك موفي عن له لغير بأنه حاس لي هاي بقول لي هاي إنه وابح حياه وحلاقيه بأنه تهريبه أما حلاقيه بأنه إلا وإن كان صوتها بقى كنت له والله ما حد أصعته وذكاس إلهي بكون نعمة ماشى جبتين وحليه شيخ هل مر بصبوكم بسوق هذا نيا ما حد بصبوك سوق عطه واقص صون قنا وحبوك مبهم حاب بصبوك أورب تابع ليه ده أدوك ماشى رب أمريكا معنى وحوي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وكو وحبها كوكت سومي أذيقو نرش هذا إيك نرش هذا كشقيوي تامر كو مستوى هاللباد وقال سبحانه وتعالى آيات كفرها بضا وما أردت كسوغا قرآنك وحارك سألل إنو كهالله نرش آخره نرش الدنيا إسلامر كان آخره كهالله و هذانا مركز تو الشيء جايو إن آخرة خير بلنتهي ولا الآخرة خير وأبقى آخرة كو خير بلن أولي بهر الصوت ما كتجي ساي مستوى سعد حسد حد وحوي ذكر الدنيا بحسناتها وعيشها وناجى الدنيا إلا الشيء في القرآن إلى يوليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير فاستبقوا الخيرات خيرات كتر تم أو وناجة قبط أو أدونك بسا أو هرمرك كشقية أو دك وقبط أيها اللي سبحانه وتعالى ليه فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إلى سبحانه وتعالى ما يقصد أكون سجنتين اللي سبحانه وتعالى وإن صار هوري مكا إذا وحار كيسا إلهي آياتك قصوا من سورة يوسف وكالي إن الدنيا ذا لغا هاللي آد لغا هاللي ويوسفنا أكشقي إن أمديس يددك سلحه وقبته صغ النبي أي وحو بدبادية أمديس وحو بدبادية ددك مسلمية قالبو بدبادية وحو كبدبادية وحكا لما أهنا وعقونتي لقالي اللهوي وكال إن عاوحا كفهمينا الدنيا ذا إنا سمعهن كليا ميل بابا وقفك أولا يعني آخر أم بأشق سنايا لكن الدنيا ذا وحي قليبا لها مساعد كسبا كتشرايا ما الآن أصعدنا مالها ما يسلام وضوع محضر وحوي التوازن بين الدنيا والآخرة توازن كأدحايا آخرية الدنيا أنه إيجين القرآن يا الله سبحانه وتعالى وحي صدح ذا مستوى مرنا الدنيا ذا الله سبحانه وتعالى وعن بارينا من نصب للترى الدنيا ذي آخرة آخرة إن خير بضنت وحلبو أبو رأتهين الشيء جاي مرنا الدنيا ذا خير كذا الشيء جاي يا قرآن قصة لنا إذا لم تضح وعي علاقة الدنيا بالعمران الدنيا ذا يا إن الدنيا ذا الله لسه والله هرم مريه قرآن كهدان إن قرآنكم حوليه الله سبحانه وتعالى نبي إبراهيم كهلا يحيي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربي وليه نبي إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم وحليه يا أني وحان دجي المهي وادي أن وحبار لها عند بيتك المحرم بيت كذا أكتسان تجي ربنا ليقيم الصلاة الله وحا سيدا أسمي صلاة هؤلاء الله الله وحا تقعاوسا
أوضتك يا أوبت كيغا كو صلاة أوغا ألو كاديك وفجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ضدك قلوب طوغان حقو ذا آذي وارزقهم من الثمرات الله ماشي ومال أبار أهل أو صحراء أهل الله وحوي ثمار إيو برواق الله السيد لعلهم حبوذيهم يشكرون إليكم شكريا آيات وآيات عظيمة نبي إبراهيم عليه السلام إنتو كان يحاس كيسا أيو مركا أم الشيء إسماعيل يروا هاي ستة أيو حوقت الصحراء أو أحباء أولين مركا سوي حقوتيري ورماشا ما ربي با كويري بس أذي أقو أصدنا نوغتك تماشا مركا سوي حق ربي كصوتا واتهاي ورسكتك بيتر وأوبحي نبي رب إبراهيم عليه السلام كما على عليك روحاس كيسا يعنو يسهرتي إنتو بحي بوحو كوريغي بورها مركو دافي أيو قعمها كل أتاقي ويربيو إني أسكنت من ذريتي بواد غير الزرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربيو وحوياني وعروتي بيتك أكتسان دجيوانا مال سحراء قفنا مهستان ديقان مجره وح درس مجره وحيعنا ملها ربيو وحوي كوسرا دقو خلي كما فكرين وحكا لإبراهيم عليه السلام وحاوه رأيه أوجي وحوي آخر إن الله شغست صلاة إني مهم تايد كو صلاة أغلو سبحانه وتعالى كذب فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه إلا دور قضب أيان كفا إذينا آيادا دعوه رأيسه الإقامة والاستقرار في مكان معين لغرض البقاء فترة زمنية عمران كو حوي إن للسؤال الدنيا أما الدنيا إن لغن ولاده وإن المال دكتو لفترة زمنية يعني وقت إن المال دقان نروبا دقايا أما كينيا أما مودن كالي مدو طوال صناع أما لغات الصناع ربعين عندك تبنو كالقورايا تحديد المكان وموقعه ماشا أذيقو أجوكتو إن أتكهض الشو أما ماشا أدو إن أحدده وحنجوغا ميل فلان وليه النبي إبراهيم عليه السلام أسكنت من ذريتي بوادي وادي أو أبار أو صحراء وحوسا أولين موقع سيدو كالوين مهم يعني وضبك لأنه كل دقيه هوي بشر كالي إنه كل دقيه هوي وكالي يعمل بدقنان كتن هذه لو يرادة دونك حولها وقبضان لغصيه ولكن لو يرادة مغانا دانا وكالي يعمل كدقيسه هذا وحيكو ترى يعملها حولها مركا ماشي أدقنتها بنا آدن كالإنه كنو ليهي معنا بضان بسمان إسان الهدف من الإسكان ديغانك وحوي هدفك اللي قال لي عبادة الله إلهي وحوي إلا عابده وإدارة الحياة والله شنا إلا مامله وفي الأرض رلك في الدنيا وي وبناء حضارة حضارة إلا لسه civilization وحلو يقانه إلا لسه وفق منهج الله أيذو لإيغا منهج كالله سبحانه وتعالى إن حضارة لسه وقفك آخر ديسة الدنيا ديسة هرمكيسة حضارة لسايه إنه كفكروا أيان آيات وحوي كفكرها والنبي إبراهيم عليه السلام وحنك قاضينا آياته موسى كفكر كلية تتكع عبادة وحو كفكر عبادة وحو كفكر الاجتماعي السوشال كفكر وحو ليه فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وحو كفكر لنا فول سكيورتي أما وحلو يقانو دقالها أي كفكر رزقهم من الثمرات دقال له oo waxay cunay heestan allo ka dhig inta soo dhan waxa loo maray waxa weeye nolosha adduunyada ayaa inta soo dhan ku dhisan marka idan nolosha adduunyada waxa ku dhisan tahay al insaan qofka bini aadamka ku nool majid qofka duu san jirin lidalka dhiga waa la xaarantimay qofka hadin in baaliyay hatta sida seefta ama mindida guriga qofka sida aha uu ishaarin baa lagu leeyahay laakiin insaan ka hadin la waayo adduunyada la weynaya insaanka waa ومخلوق نمبر 1 والله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم ولي الله سبحانه وتعالى مرك انسان كهدي لواي نول با لوينيا انسان كهدي لواي عباده لوينيا انسان كهدي لواي وحبدان با لوينيا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الحليه لهدم الكعبه اهون عند الله كعبه الا بربريه ايا كفرت ورفض الله سبحانه وتعالى ان هل قف مؤمن لدله هل قف مؤمن إلا ديله وحا سهلا إن كعبد البربريو وحا سهلا
إن أدونك الله وهي أدونك وحوك وحوي كصباح إنسان كحق سكب العمار. طيب عنصر إلى بعض وحوي أدونك لو بها هي حضارة ما مكلا لسايه تلك وهي الأرض دوتكو إن كل لي ما دي فلسطين وحود قال من وقول وي كل إليه أو كل شيء أو يعيش كل شيء أي واحد رباني يهود غاصبين تأينا تتكا ماشاك كحيا بك صورت قلما قفق الحليه وقلك إنسانك بلك وقتك حضارة دي لربا وقت هو مهم وقت باك هو صعب الشلال لما تنجر بأدمان تصدن باتاي بريد دمان اللي حدن باك جريسة مدى أفراد وحوايا الحياة الدنيا نلوش دمان مدى الشراب هو إن لبسان نلوش العمران كلمة عمران إن لبسه نلوش وحكو صعرة قرآن كاللواتين يشنجر دور ميلود با waxa ku soo arta afar jeer waxa ku soo arartay in masajidada la dhiso wabinaaha wa khidmataha masajid ka in la dhiso in la khidmeeyo ay ku soo arta loo xulayay ma kaana lil mushrikiina an ya'muru masajida allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun wa habbuna ma hayn mushrikiintu in ay amiran masajida allah كتعمير هنا وحلقه هذا مساجد إن لعمره إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله مساجد كيا عمره وحأمن قف إلهي سبحانه وتعالى كبقبة قف إيمان لغافريسته ودرس دقيسته وصلاة صلاة كسوغة وقرآن أخرية إنت كريم معها مساجد كدور بذنبوليه دور المسجد في الحياة مساجد كو إن لنظيف فيه نظيف ديسة دور كله وحوله وحلو بهن يعني ما شاء الله إيمانا يوم لقط كنا يوم مسجد كا تدكو إنا إلى ليا أو سيدا قري جاد أو إلى لنا سكدر إنا بو إلى لس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أبو عنانتي تدك حقد كت في جري ما أردت أما دب بيج مسجد كت في جري أما ما لها كله كت في جري النبي أبو عنانتي أحاديث وعنانتي أحاديث بضم باكو صارته بكم مسجد كإلا إلى ينا فديسة إلا إلى لي مسجد كما أردتي dadka ka kutu kada illa ilaaliy maamulkiisa masaajid dadka u dhaxayo oo muslimiintu ranay kutu kada inuu noqdo muhiim ah ya amira masaajid ka mu'miniinta amira ka taamirku wuxuu ku soo aroray masaajidka illa afar jeer in masaajidada la amiro waana asaas ilmaha yar yar meesha iimaanka iyo masjidka dumarka masjidka in loo furo loo baahan yahay meelo ku kutu kada dumarka in loo sameeyo u baahan yahay meelaha axadaha maalmaha axadaha in masaajid wax loo baahan yahay dadka loo furo oo maarta marka muhaadaro lagu qabanaayo dumarka muhaadaro lagu qabto ayagu inay ku kulmaan caruurta inay ku kulanto teenagers ka loo yeero dowrul masjid waa inuu qad dowr faa'al ah oo qof kasto oo bulshada kamid ah inuu ka faa'iideysto weey masjidka tayib misaayka umraan sidoo kale in wax la dhiso fi quraan waxa ku soo aroray al iqamatu wal istiqrar fi al ard in dhulka la dego oo lagu xasloonaado ay ku soo arortay oo qusur la dhiso oo meelo fiican la dhiso loo dhiso jiilka soo socda ilaahay wuxuu leeyahay awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aaqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al ard wa amaruha akthar mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wuxuu ka hadlay dadkii hore yimid socdu leeyahay subhanahu wa ta'ala oo waxaad eegtaan imaratu al ard dhulka si loo dhisay iyo dadkii iga horeysay u dhiseen iyo rusulshii la soo diray waxay dhahan culimadu dhulka laga tagaayo ama dhulka aad joogto si dadka kale u ogaadaan inaad meesha joogto maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa dhismaha lagu gartaa imaaratu al-adba lagu gartaa misaalka man saa u dhisan hadii markii la dhisaayay ragii dhisaayay ay ku talagaleen 100 iyo 200 oo sano misaalka inuu jiro 200 oo sano dadka iimaan doona insha Allah misaalka markay soo galaan macna gooni buu u sameynaya wuxuu sameynayaa in dadkii ka horeeyay dad muslimiin ay ahaayeen dadkii ka horeeyay inay ahaayeen dad ka shaqeeyay ummada iyo sabab ma aragtay isku wahan laha bidaalka waxaad arkaysaa nin baa guri dhisanaya anagaas waxa weydaa u badanahay markaas uu injineerku wuxuu leeyahay waa inaad sidaa u dhistaa guriga inuu sii jiro maadaama qofku uu iska rabo wax inuu dhameeyo noloshiisa dambayay waxa uu qabanayo isagu waxa la tahay kaliya inuu shilimaad hadda ka helo guri baa dhisaysaaril isid baa dhisaysaa dabba u dhisaysa illa waxa degaayo ummado badan baa degaayo guriga hadda u dhisa 20 sano kaliya inuu jiro ka war khasaara soo ma 30 sano kaliya inta ma wax aad u dhisto
marka waxa la dhisaayo qofka muslimka inuu ku talgalo weey anigu waxa iga dambeeyay jiilal fara badan waxa aan dhisaayaa in aan adkeeyo cibaadada qofka inuu uniyo salo baahiyo ayad kala fara badan baso arrin ilaahay wuxuu leeyahay bal matacna haa'ulaa'i wa aabaa'ahum حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون كوحك الله يا عمران كالإنعا وحا لغوضا عمريا لغوضا أوضتكم سيدك دك وحوا وقت ذا فايا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها دونك وصويرانا يا دتك وادمنا يا climate change بجرة إنو أدوك يرانا يا هدى وحوايا مثال أو عد بجرة إنو أدوك يرانا يا أو واحد كاركس climate change كجرة هي حالة ضها ما ليه سنوغ أها أو واحد بدن وجرة هدى كل واو صور لما ذين أو بيه سبدرين مركا أدوك وا يرانا يا وحيا باسا لغوضا دوتك متخصصين تا environment كان واحد بدن بيك أوجيهين طيب ابن خلدون حليه إلهي سبحانه وتعالى مركا قرآن كأيبتو وحو اسكو حري حياة الأفراد قفك فردي نولوشيس هي حياة المجتمعات مجتمع هي بلشادة نولوشادة هي حياة الدول هي دولة لها نولوشادة انت هو اسكو معرت الله سبحانه وتعالى واسكو حري طبقوا نولوشا كشا كينا ايوه الله سبحانه وتعالى لذلك إنسان كوحاليين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني جاي إنسي أنا جمارا أورن إلا ليعبدون إنا يعبد مويا مرك أصل كوحوية عبادة مويا أصل كوحوية قفك إنه عباد الله يماضه ونا أجادو أنا جو آخرة إيجاد بس وأجادو أنا جو حان أهاي قف بنا هذا إلهي باي أوري وقت زمن بأنت جوجا سين أقف فائدستا لكن هدفك أوجه ريا نمبر ون وآخرة يا أوري إن الله سبحانه وتعالى عبده أيال يا أمور طيب أركان تقول شيء ابن خلدون حليه نوش مركات أكتو قف أهان بلش أهان دولة أهان ومنتو سأجوغان صدح ركن بابو سكوري كان ركن أبوه ريو تقوى الله إلهي لك بقضى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع المحسنين تقوى الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى لقب قضى وايو إن الله لقب قضى وحياة للقلب قلبك يا نولانا يا تزكية النفس نفط يا للظهر يا من الأهواء والشهوات شهواتك الدنيا يوحيا بها النعاية أيا نفط لقب ترترا يا وحالي حق ربي ونقو أدونك ورلنتد وكتريسا لكن وحوي إن أذو تقوى هذا إمرك الصباح ريسا لبهية أو حيالها منكراتك ظلم قدتك شهواتك كر قفك إنه كان إرادة لبهية تسوى ركني ركني قال ربط وحوي السعي في الرزق رزقي قفك إنه كد هذا هي حياة المجتمع هي نلش مجتمع بالتعاون إن الإسعاوية بالتكافل إن الإسقر قفته والتكامل إن الإسبوحيه أن الإنسان لا يستطيع بمفرده أن يستجمع متطلبات المعيشة والأمن قف كبناء آدم كليس وحور لما قبنكره سمع ذو حيث هذا فرك لي فور من أغضى أن وحوي أذو بناء آدم بضبان لكن الله شاء الدنيا رزقي أدرى لنا يصدق إن كل شيء قيام بضبان هذه أذكر شقين سوء التعاون ذبك أدعاون إنسان مساعد بعد إنسان وحأبها انتهي إن أسكاشتا تكافر ذا أبها انتهي إن ذا الحجيو أما مساكين ذا وحل الطرو إن أسكوي معنا أبها انتهي تكامل إن الإسبوحيو رق دمر كيبوحينايا دمر كان رق يبوحينايا أود سودة الترموي هذه دمر لوايو وحبذن بالوينايا رق دي لوحبذن بالوينايا سيدا علمي قال الله برايا قانت الله برايا قال يا ربا يوي لشا اياك ابدهنا ان الله برايا بانتا او ان اللي يدك ابدها ما الى لو قبر ويدك سيح لك السار ويل كان الى لو انو حافظ اي نقضى الرباية ان كد ذال ببغن وفاميلا ببغن باوي لش انت كد ذالين او آد وحق السميان او جامع على دبالها ادرين او ملك استقيين
baa markii dambe gabadhii ay liidayeen ayaa reerkii qabatay oday oo u roon maamada biisho wax kasta oo qabta marka gabdhaha waxa weeye ilaahay wuxuuna amrayaa sida ragga aan wiilasha u bareen aqoontu inaan gabdhahana u barno weliba ayaga marka la baray sii fiican tahay oo gabdhaha marka aqoonta la baro iyo cilmiga la baro ayaa ka sii muhiimsan tahay marka wiilasha la baro waayo jiil bay soo saarayaan dambe waxay soo saarayaan rag bay soo saarayaan imaam shaafici yaa gacanta qabtay oo soo istaajiyey waa hooyo imaam axmed bin xambal waa hooyo albukhaari waa hooyo ragga culummada inta badan rag agoomay ahaayeen waxaana ku dadaala hooyooyin baa ku dadaalay ka waramar maanta guryaha aan joogno haddii hooyooyinkeena iyo gabdhaha walaalaheen ay xufaad yihiin oo aqoontii ay leeyihiin aqoontii diiniga ay leeyihiin aqoontii maadiga ay leeyihiin aqoontii kale ay leeyihiin saar iskugu hayaan oo arrimaha takaafulka iyo dadka in la caawiyo humanitarianka ah organisationada waxaasoo dhanba haddii gabdhihii gacanta ku haylahay ka waran dhinaca kalena ragga blaaninka iyo shaqooyinka adag ayagana gacanta ku haylahay takaamul baa dhacaya waana zamanka saxaabada waxay dhici jiray wey saxaabada waqtigooda waxa dhici jiray wey haddii caaisha radiallahu canha dhinaca kale waxay ahayd qof aqoon leh oo diinta dadka wax u sheegayso oo axaadiista barayso oo arday ilaa 600 leh dhinaca kale ummu salama ayagana sidoo kale ahayd asmaa iyo asmaa bint cumays iyo asmaa bint abi bakr intaasoo dhan waxay ahayd nolosha adduunyada iyo nolosha nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bay wax badan qabanay mujaahidiinta ghazwatu badr iyo uxud marka soo dhaawacmaan yaa daaweynaya oo naarsas ahaa gabdhaha waxay ahayd muslimaadka ah marka nolosha adduunyada mutakaamilka ah in lagu dadaalo oo laga shaqeeyo oo cilmiga xoog la saaro ayaa loo baahan waayo rukniga labaad weyn oo haddii la rabo waay mujtamac awood leh in la dhiso haddii la rabo mujtamac xoog leh in la dhiso in lagu dadaalo weeye tacaawunka iyo takaafulka iyo takaamulka rukniga saddexaad waxa weeye marka hore waxaan ka hadalnay taqwada taqwada marka qofka saa laga rabaa waa rukniga koowaad mujtamac markuu yimaado taqwada waxay keenaysaa in la garab qab istaago in hal la noqdo khilaafaadka iyo hebel baasaan yiri iyo qabyaalada iyo yaa tujiya iyo yaa waxaa sameeya in laga tago rukniga saddexaad marka dowladda loo dalacaya dowladduna waxa weeye alcadlu fi lxukm xayaat dowliya iyo nolosha dowladaha waa nolosha cadaaladda weeye casabiyada in laiska daayo iyo waxyaabaha dowladnimada looga baahan yahay in muslimiinta ay fahmaan walaalayaal alcimraan adduunkan aan joogno haddaan rabna inaan meel fog gaarno waxaa loo baahan yahay annahyi cani alifsaadi fi lard fasaadka dhulka aan ku hayno inaan iska dayno nolosha adduunyada bilkhayr waalcamalu asaalix camal wanaagsan khayr inaan la imaano nolosha adduunyada waxay u baahan tahay injaasaad in wax la qabto fara badan fasaadka dhulka laga wado in la joojiyo waa qofka hadduu rabo inuu nolol wanaagsan ku noolaado waayo fasaadka haddii aanu dayn weyno salaadeena iyo soonkeena iyo zakadeena waxbana tari maayo waxaa arkaysaa nin muslimna safka horena ku tukada qur-aankana bishii mar dhammeeya ama bishii laba jeer dhammeeya laakiin markuu galo bicmushtarka iyo nolosha mujtamaca markuu galo qofka uu daran waayo dhinaca dulmiga waxaa arkaysaa dad dhanoo ku jira guryo oo ay guryaha u kiraysan yihiin oo bec waxa waaye ama kira yar uga jira ayaa waxaa imaanaya ninkaas wuxuu la hadlaya qofkii landlordka wuxuu leeyahay dadkan ka saar anaa lacad ku siinaya waana kuu kordhinayaa agoomaa ku jira dad maataa ku jira gurigii baa laga saarayaa kadibna isagaa intuu kareysto buu ijaarka wuxuu ka dhigayaa laba laab
سعر بربك أنا يمكن نوع عصمين أي فسادك ولا خطبه مركز لقى ما مغرب كهرب وسوق لا تصبح سوته تفسير القرآن كان ولا يسني حتى على شيء معنى وحوي وحسن فهم من قفك معناها عبادة محوي معنى العبادة وحوي عبادة ضبطة ومركب مسايك الله قبح المركب مسايك اللي يجربها لكن نبي صلاة ربه والسلام عليه وحليه حديث كاوة قرنين أتدرون من المفلس قفك المفلس كاوة وحبه يسمى قرنيسا وحولي سباب أين مايا وقفك أدوية يميت أما آخرتك أسوى الصلاة بضن صلاة الليل قرآن أخذ فربضن ذكر الله سبحانه وتعالى لكن ظلم هذا قف كان بقولي كساري شتم هذا قف كان بعاي أخذ مال هذا قف كان بودعي حول لقولها الدين مبدح الدين تبودعي أو إنكري أنت صوت ربانك كذا حال السمينة آخر حديث قد قرن السام بكودن بس أنت لقاضة أيا نار تلقو تورايا مكسرات دي سي يصون كبنا مخوتر تبقى هكذا صفقة هوري مفهوم محاجره صفقة هوري قفبا انتو إمامو يقول جمعها كوي تبقى المرور دي قانايا صفقة هوري إمامو دي انتو دكتبو بناكو وبحايا حقو تقع الشيحة وسكعبها لو دي مركو إمامو واتقال مايا حولي ماشي أنا مربت يقول أصلا مكو ليا هي والصفقة هوري سكسو دك دقا مرة انت عليك تسكب حظا ما وحلقة سوغا خيرك أسوه دقدو خيرك إمو حلقة يابا انت أسلالة سفكور أم بوحيو انت بكارة على سفكور جمعاه لقو جيرا ذاك صوت جيريسا قرباها كبوديسا قف قف كلا أقوانيسا رمضان هذا مكلا قارو أيا واحد أركيسا لباتة المسلمين في فهم إلا فهم نصوص النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث dagaal baad dhacay 10 ka dambe telefoonada dhacay hebel oo ii qabo safka hore qofba u qabanayo mid kale lacag buu ku bixinayaa xulays ii si fadhiiso in dhan yar xulays ii si fadhiisana hadduu ku siinayay hadduu iimaan aan ku shaqay soo dhameeyo waa safka hore waxa laga hadlayaa in shaqada aad ka soo tagto oo waqti fiican aad soo xirto adigu aad isdiyaariso soo diyaarisay cibaado halaga yaba qof safka shanad ku jiro إنه كاد يرسل هذا، ولكن مفهوم كعبادة وحوى مفهوم واسع، وهو العبادة بحاله إذا عبادة كلية مية أنا نجلس إما أصف قرآن كنت كذا كلية عبادة إنا سن واحد يقبض المية صلاة حاولت كذا إن الصلاة أنها عن الفحشاء والمنكر منكر كما يجربتها بس أي مرة الصلاة سؤال إسوي الدين لهوي annagu qaliyalada iyo xiyaabaha nagu jiro salaada ma naga reebo mise naga mareebo salaada ma naga reebo waxa mise naga mareebo waxa soo dhan waa asila loo baahan yahay marka fasaadka dhulka in la joojiyo oo amalka saalix la leeyimaado nin odaya wuxuu mar yiri haddu wuxuu yiri taar baan qaatay maadaama taar aan qaatay waxaan rabaa inaan cibaado u go'o oo misaajka aan galo kaso waxa lagu yiri adeero hadda suugaysa lixdan sano inaad gaartay si aad cibaado ugu go'do nasiib dar sooma ilaahay subxaana taala inaad sugto ilaahay lixdan sano kadib inaad tiraado bal hadda masaajidka gelaya marka ninka waa nin la yaqaan odaygii yaqaan sheekh yaqaan wuxuu ku yiri war nin aan garanayaa tahay wanaagsan injineer buu ahaa wax badan baad samaysay oo ummad aad ku tartay ilmo badan baa agoon waxa ay ka bixday school fees misaayida badan baa ku tabarrucday wax badan baa sameysay meelo badan baa dadka islaamka iyo maartay u ololeysay wax badan baa qabtay waxa soo dhan waa cibaad waxa soo dhan waxa u qabanays in ilaahay subxaanahu taala ugu maartay ugu dhawaato wali waxaad arkaysaa nin ilaahay subxaanahu taala nufuud siiyay ama awood siiyay siyaasadeed ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid aqoon ha noqoto intu wuxuu dhan xirxir wuxuu leeyahay marka dambe anigu masaajid kaan galaya waxa waa adduun waa ka tagay waxa adduun ma aha waxa aad ku jirtay baa la rabaa islaamka inaad ku anfaado adiga oo kale inaad inta fadhiisato ma aha
صلاتها القرآن كذا آخر عبادة كذا ذا لكن إسلام كأنت أفكرته سوق وهر ماري كرا إسلام كمل فمك جاري كرا أبو استعمالها يا أودها على ذهاي والله سبحانه وتعالى كسيه قد علم كل أناس مشربه ملك استقف كسر ملك كفي عيه نبى شيخ أو نبى كفرية نبى نقالها جوجا نبى إنجنيرة نبى دايرة أودة أكتيفيزم كفي عن نبى وحوي موبيليزيشن كفي عن الأولك قرب وح كفي عن تاي ديزاين ديزاينك إيه قروحة إيه سجدة شذا قف كسر ملك كجلاس حاضر رضوان الله عليهم سلام يا حبيبي. لذلك مفهوم كعبادة يا الدنيا ده نلش يا الدنيا ده إنه نقضوا مفهوم واسعة وراني والدنيا ده محالة يقربة عمل كصالح لأنه عمل واسع نقضه أيها اللو بهيح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلاة دي ده إيا قور عيه إيا نلش شيء ده إيا قيري ده لله رب العالمين هذا الدكان كي يقضان عيه وإلهي درتي وأنا كان أن أنا إن أنا أرى أن وأجر إن أرى أن أنا أرى إسلام وأجر إن أرى أن أنا أرى وأجر إن إسلام أن أنا وأجر مرك إنما الأعمال بالنية الحديث أرى أن أنا أرى وحوية إن يدينا أن أنا أرى أن أنا أرى أن أنا أرى أن إن في حياتك كلها نرش ضمبا ملك استعد وجدت إلى هدتنا وجدت قبلك كل وحوية واجب كمؤمن كان وإن أرك بساعة فساد كانك إلى ليا حرمك كانك شقيا قصة ذو القرنين وقصة لا يبلغ أحد أفيان ويسألونك عن القرنين قصة إن كان القرآن بحاله مشينا قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا أدونك أي أمك لنبو لله سبحانه وتعالى وأصغمي أود وحال السيئي فرصم إيا إدكيشن إيا أقوم بالسيئي بغنا مركا أقوانت كهب لنا أقوانت وحان كهب لنا علمي الشريعة كليا لكن سيدة السحظة وحوي أقوم قصت أمضى أنفعس في الدنيا حق الله كتب إلهي محبو الله يهي علم الإنسان ما لم يعلم إنسان كوحو سنقرني عليه سبحانه وتعالى باباري مالك أقومت حق ربي كما دا أقومت الله بقبستها علم عن شريعة الله وعلم عن كون الله علمنا وإنا على شريعة الله إيا أنا قوحا إسكو حكمينه قرآنكي أحاديثتي فقهي أصولك سيوح حلوك المارية قضاء محاق قوانا علمي قونيوي علم عن كون الله أقومك الله وارين عن كونك الله سبحانه وتعالى ربا وحبرنا يا أكتكت أدوك سيد معرفة الله بالسلحة يبيها انت مرايا أنه هذا مقالة انت قلنا سيوج سيستمك يبيها يسير نرش بين آذك الله إلى عليها طبك شقيا وعلم عن كون الله جيولوجيا وعلمي اخترني ماذا كونك الله بن آدم كمده قفك بن آدم كربرنا يا عفمات كسينو سيجرو انجينير لماذا هيمن ريسورس مانجمنت ادمنستريشن فاينانس كبقالها وحاصل وعلم عن كون الله قفك برت علمي اسغنا كدداله ونيد وناسنا كبرت اجر فرب بوليه حالنا مثلا اما رهيب المحو برنايا فما كرنا علم قال لك برنجري ان قال ما سكل اقونتا قال ابو خبرته اي وخا ما انت الي هنا اقونتا مسلمين كسو قال قانون كفرنسا او فرانسيسكا بلاواغي هوري ريفولوشن دي فرنش كور ايو اي قانون كامارت استعمالين محكمتهودا وقانون كي مسلمين تي اندلس جيوي قانون كي مالكي دوي وحي كسارين حدودي وحي بقار انت كسارين اي ما وحي اكل قدرين رجع سو ساري ماثماتكس كان اد اوكتيين ايو ما عرفت دكتور نمدا ايو ميديسين كان ايو وحي على بدن ايو عمران كان حتى ديزاين كان ايو اركيتكت كان سهد بسايكا ودسين يحي وحا اندرس ما لا سو غورينايا ايغو ما
مادام أقونتين إيقاتين أو وح إيقدرين أو ما أنت وح إيبرتين أنغونا أقونتي إنا الرادينا أباهنا أو إنتا كسو قادنا أنغونا وح قدرنا سحبار الله سميه إسلام أنغوحنا الله أوري ليعبدون إنا الله عابدنا دعوة ذكا ويرنا مكا دعوة إيا لو مساعد سوق شكلية ما أهاني أدون كده إن لو فكروا ويسير لو معمول له هذا ما أنت مسلمين بحقه سبيين ضعف صوما مسلمين تو ما أنت ضعف إنما ذا إيكو سويهين ما أنت يا كبر وحجرينك شاعرك أندلس مكي لجوغي با أندلس واحد نقطي أيضا الدولة وين أهل با أنت المغير تأهد با إس خلافتي مركزانين كستبو حسنست إمارة بقول كي كيلومتر بوح لغنغي أمير فلان باجو المعتصم بالله ما شاء الله وحاجو المعتضد بالله مركزا كل دقود وحي هستغايا لمنك الرومان كبا متكسمت أييرايا مركزوني كي شاعرك حيري ومما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر ينفق صولة الأسد أو يحكي انتفاخا صولة الأسد وحيري وحيابها إيه كان إنا أندلس كغطة غضاء وهم رعيه معتصم بالله معيه وين أمير فلان أما وهذا مكي أقونتيني أي راتي قف كستو صومالي وإنجينير ويل يربع وحواي فستيا إنجينير سمينا يو وذكروا حواي إنجينير هاي ورن ويل يربع أختر لما فستيا أو جامعة نختر إيه ورن قدومي وهم رعيه وحن أمنا هنا ماشي وحن كهين لكن مقعيدا واجعلنا قف كستو إنه ويرا نيرا وحقوق ورانا يا فيسبوك بروفيسور دكتور هيل 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 ولي سنجا معد متقينات مركو حول لي مقعيدا سا وحوي وحيابها أندلس كاني ألقاب مملكة الممالك من كستو مقعب ويشي في غير موضعها لكن أميشي جوغي وحد مداويري بصد بصد ما أردت اسمه في سي أو اسمه ذي إني اللي بحته ما أنت مركا دولة ذها مسلم كما أنت ولا الله أدرس كولا وصيد الله باب إناية أو عرورت الله إناية أو دمركي أو صيد حالي وهبينك أو قدرنا دولة أو واحد عاي كمان كنا قف هالمر الله إناية قف هالمي كرمه لقالي أدون كورونا أيها أو بتروكينا أيها لكن محاد عي أودي بما شغلت فك إسلامك حالك إلهي قمت لقلين ضعفي اللي قمت لقلين وهي لمنك ميش الجوة يا رب مركو رميش أودي بتي القارب نيرد ويا رب حليه شيخه محاك إلهي مسلمين إنه سزاء وهالله وضمد المسلمين وضبط المسلمين تمانت ماشي الجوغة يا سيدا أكرا قيبية حدود أسمي الاسويد يا مضا رجي حدود أسمي باوحي ينتشق دينا ما أهنا كتاقة مركوها إيه هادها قدب دقينا مركا إسلام كموضوع عن كهض لنا وحوي وذو القرنين هادها وغهض لنا وعمارة الأرض الأولك إن لقصه والله قشق يا حضارة كبلا بني سفردية تقوى الله سبحانه وتعالى كده من البلشلة لسه كده من الدولة لسه كده من الدولة لسه تعامل كأدونك international community محاق كله نحن محاق نقول ليه سيوا الله تعاملنا ذاك قال الله مسلمين سيوا تعاملنا يعني خلمرك وسيوا الشقين يعني سيوا الشقين يعني وحبر الشضالة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وحوال صد ياري والله سبحانه وتعالى ليه وحي أدودان وأودة قوة النكروية إلهي محددين وأود نقالوي وأود سياسة وأود وحوى وحبر الشو أود فرب ضوي إنت سو أود بلوبا هي إنا نوديارنا سيان أدوك أمام الله عنا أنقن ضد ما أردت فولوورز أو أيغا ما أردت وحوى وحلو ميرنا سان أنقن إسلام كإنا مكنا له في الأرض كلية ذو القرنين وهل تمكيني محالي وسيي أقوم بالوسيي يا جوج وما جوج يا كحري فساد الدنك هدود القرنين يا جوج وما جوج كحري الدنك أما أقول إسرائيل يقوى فساد كوذ محر قرن مياه محو كحري مركز القرنين ما إنو دعية كليا
دعاءه مهم، الدعاء سلاح المؤمن، لكن دعينا يا مساجد لا تكفر لسانايا إن شاء الله إلهي بقول كينا وحصانا يا مرحب سنة كونية مجرتبة إن الدعاء هو مهم، لكن دعاء عن شق لهن وعن أود لهن وحكوا تريس مرحب محال عي نبقى صلاة رب والسلام عليه غزوة بدر هي غزوة الأحزاب يمركوا دعينا مسكت دعين أنتم مساجد مسجد النبي بالقلي تبكينا ويري أن دعي السنة إلهي قال له هجم يمير مسواء وبحي وبنان كمركو تغي أو دغالمي أيو إلهي نبريي دعادي إي أودي إسكدري إي توكل كي بقص إلهي نسلسي لكن النبي موسى ما كان أردته وأود ذلك فرعون ما كتب الشقي وعرري مركو أردي أو أردي أو أردي ماشي أود بس مركو قاهي أو بدو إكهرس أو عدو قن أكدم بيه أو مال وحوى أبحي وسنجرين أي رادين تتكي لسعودة إنا لمدركون ما أنتوا نوطل ما أنتوا أنا الله هلي كلم إنما يا ربي سيهدي ربي يقع إلا جرانيا ربي يقع يا يهنون اندون ربي يقع يهنون اندون النبي موسى سوى مساعد فردي مؤرم أصوى أردايو أددالايو ومشى وضن بس تاجن أيو يري إلهينا نصري أيو سودجي مك السننتا والسننتا كوني جاه أو أباهن إن مسلمين تمانتا أي كبرى رجال تمانتنا كبرى إنه سياقات الدنيا في القرآن مرتبط بتحديد متعلق كل سياق بصنف من أصناف الناس الدنيا ذا مك رجاه الله يا نوعية فربضنا وضد كاه سياق قرآنك يا سياق أدلة القرآن إن لسلف في رواية نبيك مركو الدنيا سان الله اللهي يو له الله إلهي سبحانه وتعالى مركو الدنيا له اللهي يو له اللهي منهج القرآن في التعامل مع حياة الدنيا منهج بهدف إلى تصويب موقف الإنسان حتى تكون في نظرة قنطرة للآخر ومزرعته وسيلة مركو كهلا سبحانه وتعالى تعامل كقفت بنا آذن كأه يمنهج القرآن كأه وحد إيجي سام مركز صبع إنه آخر إيجي لكن أقولي هاي أدونك هذا هاي المامن أدونك هذا هاي المامن ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلي طيب أنا سأدوك وأدنى هذا هاي مسلمين بغنا وحنا غبغنا التناقض بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة اسكهر إماد إنو جيرو نرش الدنيا ينرش آخرة. أنا قف كمان تهدو حوا أنا رش الدنيا كده ذاله. ورنيك هبل آه أو إمام كي آه. نيك لا حوض بالآف ونيك بريها. الدنيا قاتو سياسة بوسك قلب. يعني محال جوا ذا. نيك الشيخ آه ما نيك سفك هريج جوجي. دتكم مرها دو نيك أوب حي إن أمدك على وأنفعه. ولا قعد بالله سنة وحلي منك ما أنت وحو تغي أما وحو قاري ميل درنبو ما أنت كدعي أكهدنا إسوي دينو أثرك أمراتك وإمامك بدك أخذ بينا مسايدك ما أنت ودينت أشيغي إمامك كي يجهو أصلاحيك أنا كوه الله وفنجليس كان كوه الله أودنك كي يقول شيء dadka ajjooga oo u khabeenay raadku kuleeyahay iyo raadka maanta hadaanu ka dhigno midna wasiirka waxbarashada Kenya raad intee leeg buu kula han kara dadka Kenya asagoo eegay manhajka midna IRE oo primary ilmaha badan aan u dirno maadada IRE oo ku jirto curriculumka Ingiriiska oo caadi loo dhigo primary ah iyo fiiriya نينك الشيخ هادو كجرة كورنا حقه أساقه إيغاي إدوكيشن سيستم كإن لغرر بوحيابها LGBTQ يوحيابها كالي كورن أو دردك أي كجران درد ماشا جوغو مفودك دلك على مستوى الدولة ناشنال إناي إيغان دردك وحلا براي المسلمين تن وحلا براي إناي نقضان وحلا كيبا سامين بدا يقفك إنو مسايك جوغو وحو أخريه حسامين بدل انت لذلك انا وحلو بهاي النبي صلوات ربه والسلام عليه سيدي انت اول جري
مساعد كان وا كودي او دك عبادته اي قلبك ان لا طهيره اي صلاه الليل اي اذكار ان لو دلال بنان كان انت ان لا اك او كلا ان لو دلال بحي وانت تقحوتي بان ناي ادوك دم بقحوتي كنا ملكست ان تغنو قحوتي بان ناي بس بولك سو قادو وحا لو ليه بلا تحق او بح كشب ما بك صارني قحوتي ما سو بح سؤال سوما سويدين هدي أمن لهلين وضل كينا أمن هدي لهلين عبادة مرح وهدي لهلين أمن قل هدي لهلين ويقولكم مع العبادة كهرس قل هدي لهلين مع عبادة جريس أمن هدي لهلين عبادة مجريس وحبرش جري ميس وقرابة إن السلام مجري ميس وعبادة فربضان وكالوبان أي جرين لذلك قولك إن لم إلانيه وقفك مسلم كأه وكد ذاله سوهر مركي سينا لشاء الدنيا ذو إيقلا يألو بعيا وكبحوا إن عتناقضك بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وسكور دعا أما سكور دعا وأم لنا يمرها دي الآخرة وبحظة الدنيا وإن أحبتها قفك الدنيا كجرؤ يا آخر كجرؤ سكمد معها معها ما أردتي تفكير الصحة معها لذلك وحليه فالعمل والإنتاج والتنمية والتحسين في واقع الحياة الدنيا تمثل في تطور الإسلام والمنهج الإسلامي إن وحصو صار ورشد الله سميه التنمية تدك إسكوبعيان ما كينا إيه إنا نكبعينه التحسين إن وحلها جاجيه في واقع الحياة الدنيا وشاء الدنيا وحي كيني ساهر مركة أمد إسلامي هر مركة أمد الإسلام هاتي دعم حدعى خلافة إيمانس خلافة ضواته إلهي من دحل سيدونك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أذوق مركة دام مسلم تهي خليف باتها يقول كان أضاء إسكاله حقا لوغة تقس أذوق لوغة دحل سيدي إن عبادة لوغة داله خير كان لوغة داله هر مركة لوغة داله إيمان باكو حيو خلافة عبادة كحيته الصلاة كحيته التقوى كحيته هدفكم حيوية في وجود الإنسان في هذه الحياة والأرض حقدك أن الله كان أن الله تعالى جعل الإنسان خليفة في هذا الأرض صوشين خليفة الله سبحانه وتعالى كريم كدبنا ثم سخر ما فيها له الدنيا وحا قصوا ونطن أضيع الله فذي تسخير إلى حولي في القرآن وسخر له ما في السماوات والأرض بن آدم كوحى الله سخيري وحكست وكسغا الدنيا إيه السماوات السماوات كوحى الله أبوري يقول كوحى الله سخيري أذيك الله هو أبوري لذلك واحد أركي الساعة روب كنتو كي ماذا حق السماء ضرورها هذا هو أبوري يقول أذيك الله هو أبوري هذه انت لغو ابور محال لغا باحيا اديغو نولوشاده وا لغو يسره وخا لغو يسره نولوش وخا لغا ربا ان نولوش اديغا هاجيسو عباده صوبن ددكينا ان دونك وديتو ميل وانا سنه لغو نولان كار لذلك الى يحلي في القران هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي إلهي سبحانه وتعالى والله إذين أبوري ما في الأرض جميعا ألقى وحق الصوان وطن وجوية وبيراء وصحراء لمنك انفايرمنتال سادة لفري ستو يبدأ كدلاه لذلك مسايد كوحو بهاي الشيخ كليا إن عشري على صوبر تكليا إنو حكا آخرين ما هنه علوم تكال الرجل متخصصين تقوها إن سوف الإستان وضك أفايدية من وضيه environmentalist أيام وحاسر عن وحان سقار من حرمك مركز الصومالي آدوا بشقية حنقول ورنيه بالوطن كي أبارتن صانق نقانا يسوا الله بدي السنة سبحان الله السنة بكو إمساجد لك استاجية وليه أبار بعد عليه أنا وحي وين أدو حان سري ورأنه أفلا أليس من الرجل الرشي ورنين عقل بدل نقوم بجرميها إن أنا السجنة لبضي السنة صدح للسنة إن السجنة كذبنا
abaar ay dhacdo abaarta markay dhacdo inaan baraagno oo lacag aruurino Kenya laga aruuriyo Uganda laga aruuriyo meel kasta laga aruuriyo dadkii loo geeyo abaarta markay xoogaa dhamaato roob uu yimaado haddana la iska fariisto saddex sano afar sano kale la soo dhana abaar kale in takhtiidka aan sameyno maxaa keenay ninku wuxuu igu yiri sheekhu wuxuu waxaasoo dhan abaar waa laga tegi karaa waxyaabaha wuxuu yiri ugu daran ba hadda oo kharadaadka ugu daran waa ceelasha la qoday dadku waxay maqleen sadaqatu jaariya ceel inaan qodo wey meel kasta ceel la qodo marka waxyaabaha waxaa ka mid ah hadda magaalada Nairobi siiba islii biyo waa laga laayay sooma guryahoo dhan booyadaa la keenaa sooma لأن ما حد دعي أقول مركا جوريا عال قدو حقنا عال قدو درس كلام وعال قدو بيها مسجر أبو ملسا رهيو حليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إن كنتم لا تعلمون بيها ماشى مرة يان دب أقون له خطوط كد بيها يمشى مرة دب أقون له وحيري قف قصر عال بو قضي بو وضن كسمار خطوط بيها مران وماله العلامه دي وحنا لو باهن يا دي ماشي عيل قدر واللي بقى عيل كريقة ان انت صو المسافه انت لك ان لس ان لغبودو سي عيل كان لو قبو او بيها لو بيخاميو قف كو دغي سناي مالا بتال وحير روب كاسو دا بورش بورها الى غلغله ايتوبيا ايتوبيا وطن هايلاندز اهوي wadanka Highlands ee Roob badan ba ka dhaca waqtiyada roobka faraha badan biyaha soo baxaya oo ka soo daaya buurahaas ka soo degaya si u socdaan badweynta India ku shubaya qofka faa'iideysanaya ma laha Ilaahay wuxuu ugu talagalay war idinku haddii meel saxra degan tihiin meel biyo yar haddii degan tihiin biyaha in soo aqbaraya qabsada oo water trapping wax la yiraahdaa jira kana faa'iideysta barkadaha xataa ma aha kaliya wax system fara badan baa jira waxaan ka soo ugu dheeraanay waxa weeye in anagu aanu noqono reactionist waxyaabaha dhaca kaliya inaan markasta baraarugno laakiin aanan fikirin maxaa soo socdo waa nasiib daro anagu qur'aankeena uu noo sheegay pre-planning waxyaabaha soo socda inaan ka hadalno غزة هند فلسطين قفك استبع أركو مرايا رقم مدة وانا حق ما أقول لنا هاي إنا ما أنت كهضلنا وأن دفعنا وإلهي سبحانه وتعالى أنبرنا ونفتنا عن أهرنا وحولهنا أهرنا لبهي لكن هدى هدى يؤنك إيو وحيا الله هدى لغا شقينا إيو أدونك إيو وحيا دي هدى لغا إيجوجيان دقاب أنا قلنا وعامسينا waxaan sugeynaa oo kale shan sano kadib ama saddex sano kadib haddana dagaal kale oo qasa dhacay dagaalka kale oo haddana qasa haddana qasa la duqay haddana waa qaylinayna markii la dhameeyo haddana dagaalku aamuso haddana waa aamusayna ma ku fikiri weynay maxaa dadka loo xisaarka ugu dhacay maxaa dadka la maartay loo garaacaya seena u bedelna maxaanu ka bilownaa fiqhu alawlawiyaat محال هرمري محال الدبيجا نبي يوسف دار كنا قلنا ضل حجوري المسلم أهل ضل مسلم أنا أهم بوزير كه قرآن كمركا أكتو دعوة مركو جذنا يا نبي يوسف ما لا أك وير كلي أيو حجيري مركو حبس كجيري يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار war shirki iska daayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaliye bariya laakiin inta kale nabi yusuf wuxuu ku dadaalay in ummadan wax u qabto dhaqaalihi uu sameeyay nabi yusuf oo adduunka dhan masr iskaga yimid ayaa aabbihii iyo hooyadii iyo wiilashii walaalihii soo dhanba ku yimaadeen masr kadib buu meel dejiyey jaaliyad bay noqdeen reer bani israa'iil israa'iil wa yaquub calayhi salaam waxaa ka shaqeeyey yuusuf calayhi salaam waa isdardaleen jaaliyad fara badan bay noqdeen ilaahay ambiyuu ka soo saaray nebi muuse calayhi salaam
وحو كصوب حي يوسف بقوه وقعدين عكرا. لذلك مركي ربنا إسرائيل ضد النقدان وبقر كي مصر لغيري وردت كارير إسرائيل وماشي كبضا أيها حكم كاقاد الدون أي واحد بلا إن الله تعلم مركا إن نبي موسى أصابحه ويرك سيدا إصابحان وردت كار الله تعلم دون وقت قدنبه وأيه أود كسر بحوا وصان قندنته وفرعون له لاقي داره يا كشقي نبي يوسف كشقي سو كشقي بقالو كشقي قيب كلو كشقي مركو شقينا نصر قاعدين أنا بعرف تما لكن ما أنت أنا بروح شقي صويا قنط عاد كشقي مستقبل كنا إن ما أردت لقى شقي استراتيجيكلي iyo dilaasad istaraatiijiya in loo shaqeeyo umada makriya ma in laga fikiro inta noolahay Nabi Muhammad (alayhi salaam) furs mafran rum mafran laakiin wuxuu ka shaqeeyay Nabi Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) wuxuu ka shaqeeyay inuu ragib iso si ay u gaaraan waqtiga tayib ilaahay wuxuu u soo diray manhaj wa kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala منهج كهدف كأنا وأن الله نهي منهج كإنا راعنا ويه قال لي سبحانه وتعالى منهج كوحق برايا سوي عبادة سلها وحق برايا نلشى صاد معرض أمر لها وحق برايا صاد أنو الله لها ولذلك نلشى صوحة فهم رسوش إيا أنبياء إيا مؤمنون إيا مؤمنين إيا أولياء ولا تقيا أيقون نلشى كتاجن الدنيا اللي كده ده لا يه آخرة اللي كده ده لا يه نلاش هذا أهرا يه أيه شو هذا نقدن لك أيه كده جنب بلد إلى قارقون أبي إذا قار بلد إلى قار بلد جوراعي أيه كده كده جن إصلاح كشقينا دتك إني هجاتيان آخرة كفكرة يه لذلك الله سبحانه وتعالى حليه مركي أيه دتك وحوي جنة القران حليه وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين حلي ربي سبحانه وتعالى وحنا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الله بلن كيما أوفي وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء قل كينا ندحل سيي قلك أسأل ندحل سيي خليف نغلقي مولب نغسيي خير بذنبه نوسيه ما أنتنا جنة كجرنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء ما يشان دونان كمرنا فنعم أجر العاملين لا يحليه تبكي الشقيي أجر كوذي أجر ونفس بوها دين الإسلام كدين شقوي عمر رضي الله عنه أيام مسايكو في الصوق وقت برقاه وقصى الله بدنا يروي مسايكو ويمد ووقت برقاه عفر ساعة الصبح نمر حتى يسام المساك وحي مسافر بارا المسافرين عيين النهاي هاضيري حتى أهان له ذي مجيري رج مقالة ذي تشوغة وإن قراع لها وإن بحل الأرض صوشة قيسة لها أنا حوالي وتوازن كان إن الشقة يسطو الدنيا ذي أكد ذا شمال صوصات آخر أذن هلما من بالو باحية هذا الدنيا كلية عاد كجرتنا هذا آخرة أياه وبتي وحوي وحويني سآخرة ذلك هذه أترى أنك الدنيا لإيماء أبورنا سنة الله سبحانه وتعالى وخلقي وقطلق لي إن كنا الدنيا أياد كبحي لكن قفك مسلم كاه لكو هدف كيسا قرطه ومنهج كيسا قرطه دي وحان سو آخرين نضم منهجه منهج وحوي إن لوذا باللوبة هي آخر حوق الصار الدنيا دنا هذا آخر الصار حوق أيضا وهجاجس لكن ده دار بلغ قبلها هي منهج كأو منهج كله سبحانه وتعالى ونوشع في القرآن ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار منهج وحوي ومنهج الدنيا إنه ألوانه كهليسية آخرنا وناقصية نارتنا كابت بادية قف لكن هدو منهج كاس قرموا
oo hadafka uu garan waayo oo adduunyada waxyaabaha dhalanteedka iyo adduunyada kaliya ku mashquulo tadtarib alxayaa noloshiisa dhan baa waxay noqonaysaa nolol aan toosneyn wuxuu leeyahay ilaahi subxaana wataala isagoo tilmaamaya ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين تلك واحد جيره فلله سبحانه وتعالى عابد على حرف حل عابده هدو خير ويهلان اطمأن به حليه إله رئيني معيه حوغا مارت تهدي إلهي وامتحامه انقلب على وجهه قفكي واس رقايا وقدوما يا او حلان ومحاخ وحايق دعن في النير هذا اتماده حوغا هدي دنع اهله وبكر لي حنايا دنعي وناك سنا الى حلي خسر الدنيا والاخره قفك الله خساري الدنيا هي اخر ابو خساري اما قفك هدو دور كيسة لو قبها في الدنيا وصفي عن اقوته يسعى في الدنيا والاخره الدنيا هي آخرة قف كاسمين في بوغاريا إلى وحليها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم أمضوها قانتا لله حنيفا وضغى الله سبحانه وتعالى وتصنع كما لا حنين مشركين تنا كما من أهان ولا قارا من هنا يا طيب وصدر قبيلنا إن المال والبنون زينة الحياة الدنيا والله سبحانه وتعالى قرآن كله المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحة خير عند ربك ما كان رشع الدنيا ذا قروح ذا وعروت ومالك لكن ما حاك خير بضن باقيات الصالحة حيا بها رايو أو خير كأه أو عبادة ذا أو آخرة أين لك هرمريا ولذا علماء وحكوا فسرعيا زينة الحياة الدنيا ويو المطلوب أن تجعل منهما باقيات صالحة ما إنا أيها كل حط ومالك يا عروت وإنا كبت باقيات صالحة وأيها لبضا سباك كد ذاليسا سئب أغبت تنر الوناكسا أو صالح أو هرايا سلاح نعم المال الصالح للعبد الصالح مالك وناكسا وصلنا لي الدون كوناكسن مركب مالك هذا أوقاف كسميسو هذا كسميسو ما أردت مساجده إسقال هذا بستو دكسية هذا بستو باقيات الصالحة بمالك الجاية إلما هذا تربيسو ودينتي أبرتو أو إنا أشقيان أمدا يا خير كأنك شقيان باقيات الصالحة بيجاية مركب مالك هي عروتا باقيات الصالحة إلا بدل على البهية نبي صلى الله عليه وسلم على قصور قبيلة كان يدعو بإصلاح الدنيا والآخرة الدنيا هي آخرة والله هو بريج اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاش وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة في كل خير والموت راحة من كل شر أفرز الدعاء ودعاء كوبا ولكن الله شعبا كهلس إله الدين تيدا عصمة أمري أرن كي أغري هو الدين تيدا إله إي وناجي إله الدنيا تيدا إي وناجي الله شهيدا كجرته إله الدنيا تيدا إي وناجي قوله النبي الله شهيدا كجرته آخر دينا إي وناجي الله وما شاء ونقرأيه واجعل الحياة الزيادة اللي في كل خير نغش الدنيا لنا إيه زيادة وخير إيه زيادة ديرذنا الراحة اللي من كل شر إيه الراحة الشق استنا الراحة إيه نوت ما كان ميزان كأي اللوبة هي توازن كنوع عاصق لا إن قف قصت وكجره وصدر تره الدنيا ذا إيه آخر إذا كده وحق لي راحة عد راحة سنة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة من أسلم حاس كذا أتريسي oo adigu shahwadaada aad gudanaysid ayaa sadaqah marka nolosha kale maxaa uga reebaysaa diinta diintu marka sida meel kasta ay u galayso masaajidka ugu jirto ayay banaanka ugu jirtaa mushkiladda ma haysato casrigeena waxa weeye in noloshii iyo diintii la kala saaray khayrkii iyo waxa la kala saaray noloshii caadiga ah mana kala maarmaan
waa hal weeye nolosha adduunyada diinteena masaajidka iyo meel kasta aan ku jirno nolol ka sameynayno ayay ku jirtaa بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته